قبل ما اتكلم على الماتش حابب اتكلم، هنتكلم على سياسه مجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن الخطيب، المفوض من قبل مجلس الاداره للشرف على الكره ولجنه التخطيط للكره اللي دايما عندهم دعم فريق الكره من كل الجوانب. بس قبل ما شيء مهم وشيء اساسي، انما قبل ما اتكلم في الموضوع ده نقف شويه، هتكلم على نقطتين يعني منهم نقطه ما كنتش عايز اتكلم فيها لاني مش عايز ادي الموضوع ده اكبر من حجمه، لان انا ما بحبش اتكلم على اقزام عشان يبقوا ابطال، ودي عادتنا يا جمهور الاهلي. اقزام يعني حاشا لله، انا اذا كنت بتكلم على خيره ربنا ما بتكلمش على خيره ربنا، بتكلم على اقزام في السلوكيات والاخلاقيات والتصرفات، ده اللي بتكلم عليه. اول حاجه شدتني امبارح شويه كده كلام مسؤول من اتحاد الكره ان الموسم ده كان موسم ناجح جدا ومعجزه اللي اتحقق في خلال 8 شهور، انك تبدا في ديسمبر وتنهي في اغسطس بغض النظر عن ايه اللي حصل في النص، لا تعليق. مش هتكلم لان مش عايز اقول كلام مش كويس او كلام يسيء لحد، ده تصريح مسؤول. تاني حاجه هو قال ان النادي الاهلي، هو اعترف ان النادي الاهلي كان مضغوط، بس قال ايه؟ بسبب اشتراكاته في بطوله افريقيا والسوبر الافريقي وكاس العالم للانديه، ولكن هناك انديه اخرى تضررت وكان عليها ضغوط زي النادي الاهلي بالظبط. نفسي اعرف مين، انا نفسي اعرف من المسؤول ده مين اللي اتضرر، مين، وكل الناس عارفه ان اللي وقع عليه الضرر الاكبر كان النادي الاهلي السنه دي من ضغط الماتشات. ثالث حاجه اللي هي كاس مصر بقى، وانا هتكلم على كاس مصر سريعا حاجه بسيطه جدا. طبعا كابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، يمكن الكابتن سيد كان اتكلم قبل كده في احد اللقاءات وقال النادي الاهلي مش هيسمح باللي حصل في الدوري انه يحصل في الكاس مره ثانيه. يمكن انا كنت صدفه اول امبارح قابلت الكابتن علي معلول، وهو الراجل انا يعني مش بواسيه بس بقول له معلش مش مشكله الدوري اللي راح، انما انتوا ابطال السنه دي ورجاله. قال لي والله يا كابتن والله احنا زعلانين جدا عشان الدوري اكتر من الجمهور، ولكن والله بنيجي اخر تلت ساعه او اخر نص ساعه مش قادرين نقف على رجلين. الراجل بيحلفني بيقول لي اخر نص ساعه والله ما قادرين نقف على رجلين. فبكلمه على كاس، قال لي كاس ايه؟ انا يعني انا سمعت ان الكاس، هو بيقول لي سمع ان الكاس يوم 9 او 10، فقال لي ازاي 9 او 10؟ طب انا واحد، هم بيتكلموا عن ان منتخب مصر هيروح يلعب 1 و5 هيرجع 6، هيدي لك 7 8 9 تلعب 9 او تلعب 10، ده الكلام اللي احنا سمعناه، ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا. فالكابتن علي معلول قال لي انا يا كابتن عندي ماتش يوم 3 تونس مع غينيا الاستوائيه في تونس، وعندي ماتش يوم 7 مع زامبيا في زامبيا، يعني هرجع من زامبيا على تونس يوم 8 عشان اجي مصر مش هاجي قبل يوم 9 او يوم 10. ازاي انا العب كاس يوم 9؟ ما خلاص هيكون الماتش فاتني. وعلي معلول من ضمن العناصر الاساسيه في النادي الاهلي، من ضمن العناصر الاساسيه، والنادي الاهلي هيتمسك بكل لعيبته اكيد. في ناس هتتكلم في الموضوع دوت اكبر مني واحسن مني في اتحاد الكره في الاجتماع اللي جاي ان شاء الله عشان مسابقه الكاس. طب ايه الحل؟ الحل عند المسؤول. اما نشوف الجهابزه بتاعت، ما هي انا مش عارف هي لجنه احاديه، طب حد يعرف مين الثلاثه اللي ماسكين؟ احنا نعرف واحد، حد يعرف حد تاني؟ ماشي برضو لا تعليق، هننتظر ونشوف هتثمر عن ايه الاجتماعات اللي هي بين الانديه وبين رئيس اللجنه الاحاديه.